يعني بإذن الله بإذن الله بكرة هتلاقيه في الامتحان. خلاص نبتدي كده. يلا أنس بص معايا. Choose the correct answer from A, B, C or D. What are your hours? What are your hours? ما هي ساعات العمل؟ 2. We A open. We are open daily. It's $3. كل واحد أربعة. Dollars. I'll take a of apple pie. A piece. Thank you. ماشي. بعد كده محمد. It a delicious. Looks it looks نساش الاس ممكن ترجعوا ورا. How a bottles of water did she have؟ مستر هو صفحة كام لو سمحت؟ لا ده سكرين والله يا يوسف. How ركز معايا فيه، هنبعته على الجروب بعد الحصة كمان. How many bottles of water did she have؟ I'm ready. طبعا خلي بالك قال لي هاو وجايب ووتر يبقى هاو ماتش ووتر، قال لي بوتلز اوف ووتر يبقى هاو ميني. كمل. I'm ready to order. I'm ready to order. I'm going to eat two glasses of orange juice to have two والمصدر. كمل. عندي swim و eat sky play. هنشيلهم. ركز ركز. صفحة بلاي كام ده بس؟ حبيبي ده سكرين على السكرين كده اللي جه صورنا له، انتوا كله قاعد اونلاين. ها سكاي سكاي سماء، الباقي كل ده فيرس. ها جو مثلا. بعد كده يا ليان اتفضلي. سامر وينتر رين سبرينج. رين كلهم فصول. ها اوتم او فول، قلنا الاثنين دول صح. خلي بالك اوتم اخره ان، الان سايلنت. كملي. هيرسيلف يورسيلف هي ماي سيلف. هي هم سيلف ماشي. ايرون بوت ووش شوب. كملي للاخر. ها شوب هنكتب هي يا جماعه، هي يا جماعه هي قالت شوب. كل ده في الملزم. شوب ميت بولز ستيك سالاد جوس. جوس ناخد مثلا اي حاجه بقى، ايه ميت مثلا رايس ماشي. برضو القطعة بتاعت علي ديت. Last weekend علي went to the amusement park. علينا المرة اللي فاتت تقريبا. He had an orange juice. He went on a ride. He saw a dog. حلينها بالظبط. نيجي بعد كده. Where did علي go at the weekend؟ قلناها right بس علي معلش ماشي. صفحة كام يا استاذ؟ حبيبي ده من الورك بوك كتاب المدرسة. ماشي يا مستر. Write an email to your pen friend أو to your friend هالة telling her about the lunch you had at a restaurant. Your name is Salwa and your email address is salwa@yahoo.com and your friend's email address is hala@yahoo.com. Two يبقى your friends إيه زي ما احنا عارفين هالة. خلاص يبقى هالة at yahoo.com from مين؟ سلوى. سلوى at yahoo.com. subject الموضوع about the lunch. هقولها ازاي بقى؟ the lunch I had. The lunch I had at
the restaurant. ثانية واحدة يا شباب. خلاص عرفنا، نرجع تاني. طبعا دير انا بعت لمين يا جماعه؟ بعت لهالة، يبقى هقول لها كده ذكي يا هالة، مكتوبه دير. ماشي، دير هالة، خلاص هالة كما كده. ممكن يبقى مسطر، لا يا ايميل يا باراجراف. خلاص بتيجي جاي بادئ بقى كده، اي ها اي ام I am happy to send you this email. How are you? أرجع من أول السطر. How are you? خلاص. I am sending this email to tell you about, to tell you about my lunch yesterday. مستر، نعم. بس انا عمر مستر حضرت النهارده. ماشي. We went to a restaurant. It is near. هو بالقرب. It's near our house. It it was clean and nice. خلاص. Dad ordered، تكتب لي بقى بابا طلب ايه؟ Dad ordered pizza for us مثلا، رحمكم الله. For us mom wanted fish. We had lemonade juice. It was a nice day. كان يوم لطيف. ماشي. I want to go with you again. خلاص. وفي الآخر طبعا best ايه؟ best wishes. واسمك اللي هو مين؟ سلوى. أو لا، سي يو سون، تبقى هنا في السطر تكملة سطور. ماشي، ما تكتبهاش تحت امضى كده، اللي تحت امضى يا اما خلاص بكره اكتبها بس وشز وخلاص. سي يو سون في الاخر هنا، سي يو سون، انما الامضى مع بيست وشز كابيتال. تعرف تكتب ده لوحدك يعني؟ مشكلتي بقى كده بس في الرايت واليوتيوب ازاي بعرف.
يلا يا احمد كده. انجلش ستادي. ها ستادي انجلش ويز. ها لا with us and have fun. واحد تاني ممكن يكتبها ايه؟ مين؟ مستر انا عندي ممكن عادي لو كتبتها study English and have fun with us. اه ما انا ده اللي كنت لسه هقول. مين يا جماعة نهى الجويش؟ مين اللي داخل باسم نهى الجويش؟ لا انا اكرام مستر. هلا يا كرام. تمام، يبقى احنا ديت زي ما قلناها قبل كده ليها طريقتين: study English with us and have fun، او study English and have fun with us. احنا قايلين الاثنين يمشوا. ماشي كمل يا حبيبي. واتس for the what's for the homework tomorrow. ماشي. أمنية is mother. طبعا أمنية دي كابيتال يا جماعة. طب أنت في الامتحان تتأكد منها إزاي؟ شايف تاني حرف؟ شوف حرف إم أو إن خلاص، وامشي بإيه؟ وامشي بخط كده أهو. طب بس أكمل كده الأو، الو كده الأو بره بره السطر، يبقى دي كابيتال، يبقى أنا مش هعدل الأمنية دي خلاص. طيب أمنية في أبوستروفي أهيت before she sleeps full stop. الثانية نفس الكلام على وات، دور على حرف بص اهو في النص كده، امشي بقى بخط ال W A بره صح، يبقى دي كابيتال. طيب امال فين اللي اهو، شايف كلمة احمد اللي في الاخر قبلها كوما، قبلها كوما، طالما الاسم جه في الاخر بجيب بعده قبله ايه قصدي كوما. طب وكويستشن مارك بتاعت الاستفهام اهي. طب تقسيمة الدرجة ازاي؟ دي هاف نص 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 نص، يبقى هو من درجتين. مستر يعني لما يجي بليز او احمد او اي اسم في الاخر نحطه ابوستروف قبليه. يا لو لقيت كلمة تو برضو في الآخر، تو اهي في الآخر كده قبلها كومة، تو والاسم أو بليز، كلمة بليز. تمام يا مستر. ماشي التست اللي بعده طبعا ده listening. مين لو جت ايه please؟ لو please في الاول هجيب كومة بعدها. مش ايه وين هنا مش شهادة استفهام، عندما مش قبلها كوما، لا مفيش كوما قبلها، لا مش شرط. ها لا لو الحرف كابيتال في الاول خلاص ما تجيش يم. يعني هو لو في كوما انت هتعدلها تكتبها تاني؟ لا انت بتكتب ايه؟ اصل انت لو كتبت له بقى كل حاجه المفروض تبقى كابيتال، انت مش فاهم الكلمه اللي مش كابيتال بس هو اللي عاوزها ايه؟ تعدلها. ايه do you iron your t-shirt؟ كمل يا احمد. يعني ايه وات؟ ترجم بقى احمد. ما تنفعش. طب انت مين اللي قال ان هي ما تنفعش، انا ولا انت؟ طب كمل كده تاني. ها
يعني ايه هاوي يا احمد؟ هاوي لوحدها يعني ايه؟ ايوه كيف؟ ترجم بس السؤال على بعضه. كيف ايه؟ كيف تكوي تيشيرتك يا احمد؟ خلاص يبقى ايه؟ هاو ليال. قلتي مريم وي جو سكول باي. حاضر ماشي. وي جو تو سكول باي. متركز معايا. ها لا ده وي اور سيلفز نوت اي هيلب يو may I help you لطلب الإذن may I help you the car is a it costs a lot of money اكسبس سبس دي قطة دي ولا ايه expensive سلمى where Abel go yesterday شبه عليه where did حبيبي ركز يا بابا هنا خلاص. My sister doesn't a on makeup up on makeup ها huh? but button. Does your sister wear a wig? She went to the grocers to buy groceries. كويس. يوسف غانم went chubbed iron boat. هو في غلطة هنا. بوت ماضي chopped ماضي went ماضي لا ما فيش غلطة ها iron مصدر يبقى ironed أو أي فيرب ماضي. هي مش لازم أجيبها نفسها طالما قايل لي فيرب ماضي وخلاص. خلاص هات لي فيرب ماضي وخلاص. هي شي وي يور سيلف هتبقى يو. between under in blue blue on كويس. eat orange supply swim كمل orange ها play. خلي بالك يا جماعة لو جاب لك orange تمام orange ساعتها هتبقى لون تمام. لا orange بس كده لون لون برتقالي تمام. انما علشان تبقى فاكهه لازم احط قبلها ايه؟ ان يا اما اخليها جمع تبقى اورنجز جمع يبقى كده احنا في السليم. ما انا بقول لك لو ممكن يضحك عليك يقول لك يجيبها لك اورنج بس اورنج بس يبقى لون لو في الوان يبقى هي صح معاهم خلاص. يبقى في الكلمه بقى اللي فاضله شوفها ايه بتقول ايه. ونشك في اورنج نختار لا لازم ان اورنج لازم ان اورنج او اورنج ليمون ابل باي بيتش باي حط ايه مثلا بنانا مثلا. القطعة دي مهمة القطعة دي مهمة. Over 30 million people visit New York every year. It's a beautiful city. There are 1,000 restaurants. في آلاف المطاعم. There are also many shops. You can see many nice buildings there. Tours. Tours هناك اللي هي الجولات السياحية. Tourists هو السائح. Tourism السياحة. Are found everywhere. موجودة في كل مكان. I was there years ago. I saw many tall buildings there. I made many friends there. The people there are very welcoming. الناس هناك بترحب بينا يعني. There are many nice buildings in New York. يبقى طبعا ايه؟ nice. You can buy they from shops. ماشي shops.
اللي فيها محلولة. Why do people go to New York؟ ركز بس كده. الناس ليه بتروح هناك؟ هو اديني السبب بقى. It because، لازم اقول له الاول ايه يا جماعة؟ because، لان it is a beautiful city يا سلمى. ماشي، بعد كده what did the writer make when he was there؟ نروح عند الرايتر لما كان هناك. هو بيقول لك كده I was there years ago. هل احط تحت ثواني بس يا عم؟ ثواني، ماشي شاطر والله، بس ثواني. هل انا خطط كده؟ خطط الجملة دي؟ هل انا خطط الجملة دي يعني هتبقى معايا؟ دي مش معايا. طب انا لو كتبتها غلط، لانه بيقول لي ايه؟ مش امتى كان هناك، ده بيقول لك عمل ايه؟ يبقى انا عايز جملة عمل ايه بس؟ جملة عمل ايه؟ هكتب I saw، امال هكتب ايه؟ يعني ما هو سو اهو، هكتبها كده؟ امال ايه؟ مستر عايز اقول ها؟ made many friends. لا غلط، كل اللي انتوا قلتوه غلط. ميكس ازاي وهي ديد؟ ايوه الغلطه ايه؟ بدل اي اكتب هي، He لان made many friends. من اول سو بقى. لا عادي لو He عملتها made اي يا جماعه، افهموا بس ثواني. دلوقتي هو بيقول لي what did you do ولا what did the writer؟ طب هو ذا رايتر ده يو، عشان تقول لي اي ده هي صح، يبقى نقوله كده هي سو ماني تول بيلدينجز ذير. ما دي حاجات من اللي عملها، ان هو سو هنا مش معنى شاف، زار، زار وشاف. وايه كمان؟ هي برضو ميد ماني فريندز ذير، بس كده. هل اكتب ذا بيبل ذير ار فيري ويلكمينج؟ مش تبعنا. يبقى هما الاثنين دول شاف وعمل صداقات. بعد كده الكاتب اللي كتب الحوار ده about your family، طبعا فاكرين الرايتنج بتاع my best او a best in my house، الموضوع ده مهم جدا. my best ده هنكتبه تاني النهارده. المهم السؤال الغبي ده هنكتبه ليه؟ عشان مهم. انا بقول لك ليه مهم؟ عشان كلكم ماي بيست اصلا. ممكن يكون فاميلي او ممكن يكون فريند. ممكن افيزيت برضه، افيزيت تو ذا زو. تمام؟ طيب اي ليف ان، عايزين 7 جمل. ها I live in Damanhur with my family. I have two brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher. Dad helps me أو helps us in home، بيساعدنا في البيت. Mom، خلي بالك present simple، موضوع الاس ده تخلي بالك منه، موضوع الاس تخلي بالك منه. اتكلم عن هي، يبقى الفيرب اللي هتكتبه تحط معاه اس. اس مام كوكس لانش every day. I help her clean the house. My brothers make the beds. We watch
تي في ان ذا ايفنينج اي لاف ماي فاميلي الوت الوت كثير I love my family a lot. إيه؟ a lot بس مع هنا a lot بس I love them a lot. إنما a lot of يعني كثيرا من a lot of fruits كثير من الفاكهة. هل هتقول I love a lot of my family؟ أنا أحب عيلتي كثيرا. كثيرا يعني إيه بس؟ a lot كثيرا من a lot of. ما دي حاجة ودي حاجة. طب انا في الامتحان ما بعملش اي جمل شرط في الدرجات او في باخد فرق من الجمل الصعبة عادي ولا ايه؟ ليه يا حبيبي تاخد جمل صعب؟ لا اكتب لي سهل. ليه عايز جمل صعب؟ هيحاسبك يعني يديك لا درجة زيادة؟ مستر بوك ممكن مستر جاك ساعات فيها بتلخبط فيه ساعات بتفهم انت بتتلخبط في كله احمد ولا ايه؟ لا اي حاجة بتلخبط فيه اي حاجه سهله بتغلط فيها. طب ده انا اعمل اسمه لك ايه؟ طيب بحاجة صعبة لا ركز يا احمد وانت تحل. حلو حاجه. خلاص شباب بعد كده عمر ايهاب قلت قول يا عمر زي ها they do laundry. ففي كان يبقى they can do laundry by themselves. علشان كده في الترتيب اكتب برصاص الأول كده خلاص واللي غلط عيد عليه. ها ماشي معلش ممكن عشان ما تقعدش تشخبط يبقى الورقة منظرها وحش. طب خلاص كوريكتور اتفضل. هما اللي عندها لا ما كوريكتور ينفعش كاركتر في الامتحان والله. اسألهم. كمل يا عمر. Do you have Do you have any cherry pies? ماشي هنا ال A طبعا و question A و full stop أصلا. Help you طبعا I الضمير I لازم أعدله و منى capital و question mark. هو ازاي ايه؟ نص وربع وربع اربع بس تقريبا اي ديت مظبوطه مش عارف ممكن تكون غلطة او يعني هي المفروض يبقوا ايه؟ اتنين واتنين بس انت ما تعملش كده انت اللي تلاقيه غلط ظبطه او هيدخل يقول لك خلي بالك يا حبيبي منى دي كابيتال هنا ما تحسبهاش. ساعات يدخل يقول لك كده اي ماي لازم في الاول كابيتال. اي حاجه في الاول كابيتال. كان جايبها كابيتال يا ابني الضمير اي دايما كابيتال. طب امال عايز ايه؟ ما هو بانكتويشن. ابراهيم لا خلاص كفاية عليه. بالليل بالليل. Not do you go to a cafe? How? كيف؟ I take medicine a day. إيه؟ Twice a day. مرتين في اليوم. Do you eat bread? Do you bake bread تخبز عيش. It is a to rain.
ايه يا جماعه؟ كل في دوره. It is going. It is going. بعد كده يلا يا ادهم. It's قلناها your brother AU very much loves how often is she read a news. خلي بالك ممكن يجي لك choices اختياري. هو طبعا هي does زي ما هو ايه، بس ممكن في الاختبار يقول لك ايه بدل read تلاقيه جايب لك read وreads. تمام، وريدنج. انت طبعا ماشي، انا عارف انتوا شاطرين مش هتختاروا الريدنج. تمام، هو عايز سؤال بس. في ناس على طول بقى تلاقي ايه، ايه ده دي شي، يبقى على طول يجي جاي مختار مين ريدز وما ياخدش باله، ما ياخدش باله. انا ساعات انا في الامتحانات اللي عيني تعمل كده، يبقى عارفها ما ياخدش باله من ان هو سؤال، ان هو سؤال هو ياخد باله من مين، من شي وري، يبقى اختار ريدز. احط يفتكر هنا بقى ان ريد احط معاه اس، وطول السنه بينساه. كمل. In the park children feed she a newspaper once a month reads. اه بص هنا read زي دي اللي بقول لك عليها بقى. She reads. لو قال لك doesn't يبقى she doesn't a read. كمل. April, May, June, Sunday. انت Sunday, July. كحل. English, math, underground, Arabic. Underground, science. Hot, cold, warm, start. Hot مثلا good. Plane, bus, bike, three. Three. واكتب car. Soup. Bread و meat و buy. Soup. ها. مثلا chicken. Chicken. There is a boy in our. نعم. اطلع. رشني من الدرس. ايه؟ اه اهو الموضوع مش هنكتبه خلاص. بدل ما تقول لي there is a boy in our class at school هتقول لي كده I have a brother. يعني لو جالك عن your best هتقول له I have a little a brother. His name is a Ali. He follows بدل us he follows a me all the time and always bothers mean me. يعني ايه bothers ديت؟ يضايق يضايق. bothers bothers me bothers me بيضايقني. he takes بدل our things هكتب he takes a my our. بدل our teachers هتقول ايه؟ our my parents. ما هو في البيت بقى احنا بننقل الكلام على انه في البيت، انما هو جايبه هنا في المدرسه. لو قال لك في المدرسه هتقول لي كده there is a boy in our class at the school his name is Ali he follows me all the time and he always bothers us he takes our things without asking our teachers told us to be patient it's not fair we hate boys like him we should be honest and fair. يجب ان نكون امينين وايه وعادلين. هنكتب اللي على اخويا البيست ده. ماشي، علي is a طبعا bad boy. It's a for the class to be patient. Not fair. What is the name of the boy? علي. How should we be? We should be قايل لك honest and a fair. لا هو قايل لي حاجتين. We should be honest and fair. أمينة أمناء.
امين الفصل بقى وامين مساعد. انا عارف بس رايت اني مستر، ميج. هو احنا هيجيلنا في الامتحان الايميل بالشكل ده اه ولا احنا اللي هنكتب تو فروم والله مشابه انا الكتب بص ده؟ يا ياسو، لقيت اولى اعدادي النهارده في مدرسه ما كده ممتحنين في نفس الورقه عربي حبيبي. بس يا بابا انجلش، لا انجلش المفروض بيمتحن في ورقه خارجيه، ده غير قانوني، بس الابتدائي بيمتحن في نفس الورقه، ده قانوني. انما ان هو يجيب لك رسمه الايميل او ما يجيبها لكش، مش عارف، مش عارف بقى يجيبها لك ولا لا. عايز يسهلها لك هيجيبها لك، يسهل لك الامتحان يعني، بس انت المفروض يعني عارفها، مش محتاجه حاجه، هيريحك يعني من تو، بدل ما تقعد تكتب 4 كلمات يا عيني تضعف. مستر، نعم هو انا ينفع يعني مثلا زي ما بكتب باراجراف كده، يعني اكتب الانترودكشن في الايميل وبعدين اكتب زي ما زي كاني بكتب باراجراف كده؟ اه ماشي هاني ات سكول دوت كوم فروم مستر. Your email address هو تقريبا بيبعت للبيت المدرسة. لا الزميل اسمع يا حبيبي، ده اسمه اه هو باعت لفريند، اه تو يبقى تو فريند ات سكول دوت كوم فروم هاني. نعم هو كده يعني، قايل لك ات سكول اللي هو كانه من المدرسه يعني، من ايميل يا حبيبي. خلاص بقى يا جماعه، هو زي ما كاتبه لك اكتبه، هو مش طالب منك تفسرها. ايه الغباوه دي؟ مستر، هو ليه بيجيب يعني مثلا الاي دي ستودنت؟ حاجات غريبة كده، مش حاجات شغلنا غريبة تانية غير ياهو شغلنا يا وجيميل. جماعة، مش شغلنا يا جماعة. My sister is ill. لا ان الايميل زي ما هو عطوه لك وخلاص. Dear، انت باعت لمين؟ Dear to you، مش قايل لي مين، يبقى Dear friend كما وكده حبيبي بقى. يا جماعه هو قايل لي ديت فريند وخلاص، ما قاليش اسم. اي ام، ممكن يقول لي تيور كازن، يبقى دير ايه؟ دير كازن خلاص. اي ام هابي تو سند يو ذيس ايميل، هاو ار يو؟ I am sending it أو this email to tell you about my sister. She is ill. She got the flu. She went to the doctor. She went to the doctor. She took medicine. She is going to be better. هتكون ايه؟ افضل. I will tell you when she is better. هقول لك لما تبقى ايه افضل. see you soon. best wishes. مين؟
هني بقى هنا كابيتال ولا سمول؟ اه هنا بقى كابيتال، انما في الايميل سمول. ما هو دلوقتي هو بيقول لي عن اختي اللي تعبان، هل هقول له هي بيجي لها برد ولا جالها؟ حلو، جالها، يبقى شي جت. تمام، انا رحت الحديقه، يبقى اي جو ولا اي ونت؟ انما لو قال لي هوليدي سمر هوليدي، لو قال لي نيكست سمر هوليدي ويل. تمام، انما لو قال لي مثلا ايه كمبيوتر، كمبيوتر ووز ولا كمبيوتر از؟ از، يبقى على حسب انت بتنقي الزمن للموضوع. غلط طبعا، يعني انت لو قلت لي عن رحله السنه اللي فاتت كتبتها لي ويل يا محمد هديك درجه؟ ايه الاسئله دي طيب؟ وي، يلا يوسف الكحل، وي وي فيزيتد الكسندريه لايبراري yesterday. How often you مستر read a newspaper؟ ابو دريه مستر ينفع بس تعيد الباراجراف يعني تقرا سريعا عشان الزوم طلعني والتليفون هنك I'm happy to send you this email. How are you? I am sending the email to tell you about my sister. She is ill. She got the flu. She went to the doctor. She took some medicine. She is going to be better. I will tell you when she is better. هقول لك امتى لما تبقى كويسه، وين هنا معناها عندما. بست ايه؟ بست ويشز، وهاني كابيتال ده. بعد كده البانكتويشن طبعا علي، كايرو معموله كابيتال اهي، فول ستوب، لاست فرايداي الاف كابيتال اهي، وكويشن مارك. بعد كده هلا اكرامي، لسه يوسف قصدي، يوسف هنا اتفضل. Was there a bridge at the train station؟ يا مازن ده يا حبيبي امتحانات كتاب المدرسه. Was there a bridge at the train station؟ ايه؟ اسهل بياما من اللي احنا كنا بنحلوه؟ ماشي. ها؟ above above. خلاص يا جماعه ما حدش يكتب على الشات. اكتبوا يا جماعه. She chopped vegetables by herself. He had two A of coffee cups. She went to the grocers to buy groceries. جدع يا يوسف، جدع. يلا يا مجدي. It is delicious. It look لا انت اللي looks. It looks. I'm going to the A as I have a toothache. Dentist. What A do you do yesterday? What did? Yara usually A a nap. Takes. Takes a nap. Ali. Play. School. Always actor. Usually never. Actor. Ever. لا احنا قلنا ما نحطش ever بس. قلنا hardly ever. قلنا often وخلاص. Wig. Take. Visit. Feed. وقايلينها المرة اللي فاتت والله يا جماعة ركزوا.
ها ويك وجو الجحش اللي بيحب himself yourself ourselves trolley trolley ها air self a loaf of salad a bottle of a kebab salad la 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 life of a bowl of a glass of خلاص my sister have a spends too much money on clothes تصرف فلوس على الهدوم she doesn't need clothes but she likes buying them one day بص بقى تغيير الزمن في الاول هو بيكلمني عن مين عن هبه وحاجات هي متعوده تعملها ان هي بتصرف على الفلوس وكده رجع قال لي موقف الموقف ده زمنه ايه ماضي فنقل الكلام على الماضي One day, Heba wanted to buy a coat. On her way to the shop, Heba met a friend who was very sad. The girl wanted to buy medicine for her mother, who was sick. Heba gave her the money. She was going to buy a coat with the... Give the money. She was going to buy the coat with... يعني عطتها الفلوس اللي كانت تشتري بيها البلد. Heba felt happy because she could help her friend. عبيطه هبه. Heba buys new clothes because she طبعا likes buying them. Heba's friend was sad because she needed money. لا دي امها اللي كانت تعبانه. Why did Heba feel happy? يبقى نقوله because اي Because she could help her friend. هنا بقى مش هغير الضمير. هو بيقول لي عن هبة. فأنا هقول له شي. وعمال يقول لي هبة هبة هبة. خلاص رحت جاي له شي. ماشي؟ إنما لما بيبقى I ويقول لي the writer أنا بقول إيه؟ He. Where did هبة see her friend? On her way باين؟ ولا فين؟ on her way to the shop. خلاص on her way في طريقها about the restaurant عن المطعم لسه كاتبين بس كان ايميل ايه بس هكتبه طيب هنا هنكتب موضوع ده بس او my best ايه brother مثلا I have a little brother. He's 3 years old. His name is Ali. مش سايب مسافة ليه؟ ايه اللي حاضر؟ His name is Ali. He is a pest. أو a pest. خلاص he follows. شايفين الاس؟ شايفين الاس؟ He follows me. أنا بتكلم عن حاجة هو متعود يعملها. All the time. He follows me all the time. He takes my أرحمكم الله. He takes my things. بياخذ أشياء. وأقعد أقول أين أشياء. He takes my things. Mom told me بقى ماما قالت لي mom told me to be patient ان انا اكون ايه صبور it's not fair هذا ليس عدل mom told
me he loves me. يعني ماما قالت لي ان هو بيحبني. خلاص عدوا كده السبعه دول. ماشي يلا. قلت علي، قلت احمد عمر. قول يا احمد. وات وات ديد رامي ليف ات ذا سوبر ماركت؟ ماشي. شي ايه ده بقى كده؟ واحده واحده. شي ها شي ميكس حلو ذا بيست ميت بولز ان تاون. ماشي. لا ان تاون عادي. يس وابوستروفي ومولا وفول ستوب وداس وساره. خلاص سبيك انجلش ويل واتس يور ايه مارك ايه فين النقطة؟ ما انا حطيت مسحت. Does your sister Sarah speak ولا speaks؟ في اس اتحط هنا؟ سؤال speak. شفت وقعتك ازاي؟ speak سؤاله في ضاز. ده اللي بقى. لسه بابا. ماشي حل معايا على السكرينه بقى مش لازم. نيلي رامي. نيلي it a delicious نيلي رامي مش سامع. طلعت يا مستر. ماذا مستر ينفع؟ مستر ينفع حل مستر؟ طب ينفع انا حل مستر؟ حل يا حبيبي. ات اتس لوكس. فين اتس دي يا قلب؟ فين اتس دي؟ ات لوكس Today is cold. It's 20 degrees. Degrees. We are going to eat dinner at a nice restaurant. Restaurant. كمل. Sandy sliced fruit. خلاص بص على السكرين بقى. Sandy sliced fruit by herself. Herself. How many cans of lemonade did she have? How many? How many? Thank you. Rital Mustafa. I go to. I go to. Barber's shop. Barber's shop. The actor he autographs yesterday. signed. signed. هنا مضى. بص هيلخبطك ازاي؟ توك دي هنا بمعنى تحدث. هو انت ممكن تقولها توك. اخذ صور. تمام؟ فوتوز يعني اوتوجرافز. لا فوتوز بس فوتوز بس. توك فوتوز انما الاوتوجراف دي ايه؟ ساين. ساين. She is going to wash her hair tomorrow. مستر. She is. نكمل. Whoa, greed, make hungry. مستر ينفع اجاوب عشان عندي درس بدا؟ جاوب. Whoa, greed, make hungry. مستر. لا hungry معلش. hungry.
بلاي بلاي بوتيتو ميت بولز اوردر ستيك اوردر اوردر رايس ميت مثلا رايس ميوزيوم انكلود سكول لايبراري انكلود include هنكتب روم هاوس نعم ممكن اروح عشان عندي درس تاني انتوا عندكم ايه بكره ساينس ايه ان شاء الله ازيك يا لالا رحال كويس يا لالا ازيك ابوك هيقطعك النهارده لو ما ذاكرتش Besides teacher, doctor, farmer. Beside. Speaker. 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 Went, made, iron boat. Boat. Boy. بص لسه حللها الأول. لا iron. ايرن نحطها في الماضي لا دول بقى غير منتظمين دول الثلاثة غير منتظمين انا ادور على غير منتظم برضو ايت مثلا جوت مش شرط هاوس عادي طب ممكن اطلع يا مستر اطلع توحشني ايجيبت از ا جريت كونتري اتس ويل نون فور It's fine weather. We only tourists see the pyramids in Giza. Egypt is a great country. How is the weather in Egypt? It's a... لا يا بابا إيه لأهو. It's a fine. يبقى نقوله كده. It is fine. مستر ينفع أجاوب عشان أنا ما جاوبتش من أول حصة. أحسن. أحسن يا راجل تعال مزعج. أصلاً. What can tourists visit in Alexandria? أهو يبقى they visit Kite Bay Citadel and the Alexandria Library خلاص دي فور بيزوروا إيه في اسكندرية إيميل about the lunch you had in a restaurant كتبناه بالترتيب هي أحمد يا عمر أحمد عمر he had a bowl of والتشيكن دي طارت ولا ايه؟ تشيكن سوب of chicken soup كمل يا ابني هاو كمل ماتش بس عايز اجاوب يا مستر بس يا هاو ماتش does it cost to get in قول يا اياد يلا هتبقى ال W ها وهانس الابوستروفي صح انا عارف وماجدة ايه وايه وماجدة و شاطر يا اياد شاطر سقفوا له يا جماعه اياد يا جماعه تك خلاص شاطرين شاطر يا اياد عامل ايه في الامتحانات يا اياد الحمد لله وانتوا كلكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا ريس اظن بكره ان شاء الله مادة سهلة خلاص باذن الله مادة خفيفة كده بس يا ابني ما تقاطعنيش يا ماشي باذن الله بكره نقفل خلاص ان شاء الله اهم حاجة الكتابة اوعى تتلخبط الاس ومش الاس والحاجات العبيطة دي تمام doesn't يبقى معاها مصدر شيء يبقى نحطه اس تمام لو قال لك هي بص دي هي از يوجوالي ولا هي يوجوالي از كليفر يوجوالي كليفر مع فيرب تو بي بجيبهم بعد فيرب تو بي انما هي يوجوالي ترافلز ولا هي ترافلز يوجوالي لا هي يوجوالي ترافلز هي يوجوالي ترافلز مصدر
بريزنت سمبل يعني فيرب في اس او مصدر لو مع اي وي ويو دي يعني وي يوجوالي ترافل، انما لو هي هي يوجوالي ترافلز. جانا رفع ايديك ليه؟ Because I want to answer. We are finished. جانا today. ان شاء الله شباب هنبعت شيت كمان شويه كده بعد ما تقفل مذاكره في امتحانين. خلاص؟ ذاكرهم. شوف لو في حاجه مش عارفها فيها كلمني واتس، كلمني فون، بس مش عارفه من الدرس لاني مش هبقى موجود هنا. على يعني ابعت لي على الواتس. واتس الدرس؟ الواتس بتاعي انا ماشي؟ هسيب الجروب مفتوح. لا هنبتدي ان شاء الله الاسبوع الجاي. الاربع بس الاجازه. الاربع اجازه اه. طب ليه بس يا غاز؟ انا عندي بقى منهج بقى انا عايز اخلصه، انا ما اعرفش حد يعجبني. طب خليهم 15 يوم وخلاص. وخلاص؟ طيب. ماشي. اتفضلوا يا شباب. يلا بالتوفيق. سلام.